احنا اخر حاجه وقفناها في المشروع بتاعنا لحد دلوقتي ان احنا واقفين عند الخطوه بتاع التصميم للسجن. اخر حاجه كنا عملناها مع بعض في المشروع هنا لما استخدمنا البرنامج في ان احنا نقدر نعمل ايه؟ نعمل النمذجه بتاعه العمدان. طلعنا العمدان بتاعتنا كام نموذج؟ ادي 1 2 3 4. والمره اللي فاتت كمان عرفنا شرحنا كده ازاي نعمل القصه بتاعه العمدان دي مانيوال، وازاي نعملها على البرنامج، وشرحنا كمان ازاي نصمم الاساسات مانيوال، وازاي نختار نوع الاساسات، وازاي نعمل كل القصه دي. دلوقتي جه دور بقى ان احنا نستخدم البرنامج في ان احنا ننجز الشغل ونطلع التصميم. بعد ما رجعنا على التصميم مانيوال وعرفنا كل خطوه بتتصمم ازاي وايه التشيكات اللي المفروض تعمل، تعال نستخدم البرنامج ان هو يطلع التصميم. ايه البيانات اللي بيطلبها مني البرنامج عشان يقدر يصمم الاساسات؟ مبدئيا احنا اتفقنا اختيارنا لنوع الاساسات، بنبدا دايما ان احنا نصمم الاساسات كلها على انها ايزوليتد فوتنج. وبعد ما نصمم الاساسات كلها على انها ايزوليت فوتنج هنبدا نعمل ايه؟ نوقع الاساسات. وبعد توقيع الاساسات لو في قاعده وقاعده ثانيه تدخلوا مع بعض دول نقلبهم ايه؟ كومباين فوت. فاحنا هنبدا نصمم كل الاساسات بفرض ان هي ايه؟ ايزوليتد فوتنج. فانت بتبدا كده عشان تصمم الاساسات واحده واحده معايا، فاونديشن والنوع بتاعي ايزوليتد فوتنج. الفوت اي دي ده رقم واحد اللي هي القاعده رقم واحد، او ممكن نسميها اف 1. وبعد كده ال FCU 30 F yield ب 400 ولا ب 360؟ 360. ال Q allowable دي مقصود بيها البيرنج كاباستي، قلنا بنجيبها من تقرير التربه، وقلنا ان احنا هناخدها في المشروع بتاعنا ده كام؟ 1.5 كيلو جرام سنتيمتر على السنتيمتر مربع، اللي هي عباره عن 150 ميجا باسكال. حلو الكلام. هل انت المره اللي فاتت اتفقنا مع بعض ان دلوقتي القاعده العاديه اللي هي البلين كونكريت دي ممكن تبقى شغاله معايا وتشيل معايا احمال، وممكن ما تبقاش شغاله معايا وما تشيلش معايا احمال؟ طب انت عايز شغاله معاك ولا مش عايز شغاله معاك؟ اتفقنا ان هو على حسب السمك اللي انت بتفرضه. فلو انا مثلا كنت افترضت ان القاعده دي يا باشمهندس انا مثلا هاخدها 40 سنتي، انا هاخد القاعده العاديه 40 سنتي، ده معناه ان هي شغاله معايا، لان طالما السمك بتاعها اكبر، السمك اكبر من 20 يبقى هي شغاله معايا. فانا افترضت كده ان هنا خلينا كاتبين عشان نبقى فاكرين كل حاجه، ان التي بلين كونكريت بتاعتي انا كنت فرضها بكام؟ ب 40 سنتي. ده مجرد يا باشمهندس فرض. وكمان بتفرض التي بتاعه الار سي، تمام؟ ودي غالبا انا بحب افرضها ب 70 ايه؟ سنتي. افرضها، ده مجرد فرض، ممكن تطلع سيف وممكن تطلع ايه؟ انسيف. يبقى ده فرض وده فرض. غير كده كل البيانات الثانيه معاك. فبما ان انت هتاخدها 40 سنتي يبقى الوركينج بي سي، تمام؟ الوركينج لود تجيبه منين الوركينج لود؟ مش ده الشيت اللي احنا عملناه عشان نصمم بيه العمدان؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان لكل قاعده او لكل عمود هنصمم له قاعده. فده النموذج بتاع العمود الاولاني اسمه سي 1 30 في 30 تسليحه 6.16، وده الار وركينج اللي عليه، الوركينج لود اللي عليه، الوركينج لود اللي عليه ده بوحده ايه؟ ده بوحده الكيلو نيوتن. خلاص كده هندسه؟ ماشي. طب بنصمم على انهي رقم من دول؟ قلنا دايما نصمم على اكبر رقم في النموذج، اكبر رقم في الايه؟ في النموذج. يبقى انا هصمم على كام؟ 769.7. يبقى اذا الوركينج لود 769.7. بعد كده عايز البي 300 مللي، التي 300 مللي. مين البي والتي دول يا باشمهندس؟ ابعاد العمود نفسه اللي هو كان 30 سم في 30 سم. الاكستنشن بتاعت البي سي، احنا كنا اتفقنا المره اللي فاتت لما جينا كده كنا شغالين، لما كنا بنيجي نرسم ده العمود والعمود تحته القاعده العاديه والقاعده المسلحه، كنا اتفقنا ان في ميل بنوزع كده بزاويه 45، فكانت الاكستنشن اللي هي المسافه من هنا لهنا كنا بناخدها قد الزاويه او قد الطول من هنا لهنا، يبقى الاكستنشن دي هتبقى كام في المساله بتاعتي؟ 40 سم، لان انا افترضت ان ده كام يا هندسه؟ 40 ايه؟ 40 سم. يبقى طالما افترضت ده 40 سم يبقى الثانيه دي كمان ايه؟ 40 سم. اذا لو انا جيت بقى اكمل الكلام الشغل اللي انا بتكلم فيه ده، يبقى دي 300 300 ودي 400. ايه تاني المفروض ادخله له؟ السمك بتاع القاعده العاديه قلنا كام؟ السمك بتاع القاعده المسلحه قلنا كام؟
700، وبعد كده تختار من هنا القطر براحتك انت عايز. مثلا انا بفضل استخدم في الاساسات فاي ايه فاي 16. كده انت خلصت كل البيانات المطلوبه اللي هي كانت اسم القاعده، الاف سي يو، الاف يلد، الكيو الابل، هل انت عايز تشغل الخرسانه العاديه معاك ولا لا، الوركينج لود، ابعاد العمود، الاكستنشن بتاعه البي سي اللي هو الرفرفه بتاعه القاعده العاديه عن القاعده المسلحه من كل ناحيه كانت قد ايه. وهنا يا باشمهندس عايزك تجيب لي التي والتي، التي بتاعت القاعده العاديه والتي بتاعت القاعده المسلحه. كمان بختار القطر اللي انا بستخدمه. كل الارقام اللي قدامك دي، عليكم السلام، كل الارقام اللي قدامك دي انت كده ظبطتها مجرد ما بتقول له كالكليت. حلو الكلام. اول ما باجي اقول له كده كالكليت ببدا ابص كده يا باشمهندس عشان اشوف اللي انا هتكلم فيه ده صح ولا غلط، تمام ولا مش تمام. اول حاجه قبل ما تروح تبص على الابعاد، قبل ما تروح تبص على الابعاد وتطلع حديد تسليح والكلام ده كله، هتبص على الثلاث تشيكات اللي تحت. هو بيعمل تشيك على السويل، بيعمل تشيك على الشير، بيعمل تشيك على البانشنج، والثلاثه طالعين معايا ايه يا هندسه؟ الثلاثه طالعين معايا سيف، وبالتالي انا ما عنديش اي مشاكل. طب ابص على ابعاد القاعده العاديه، لقيت ان ابعاد القاعده العاديه اهي ابعادها 2 متر و3 من 10 في 2 متر و3 من 10، ابعاد القاعده المسلحه متر ونص في متر وايه؟ متر ونص في متر ونص، والتسليح 5.16 في الاتجاهين. انا كده ما عنديش اي ايه؟ ما عنديش اي مشاكل، كله تمام. فبدوس اد، كده انا ضفت القاعده الاولانيه. هل الكلام ده فيه اي مشكله؟ هل في حاجه صعبه؟ كده خلصنا صممنا النموذج الاول. النموذج الثاني كل اللي هيتغير ان انا 992 ده الوركينج لود، يبقى ده اللي هيتغير. الوركينج لود 992، ابعاد العمود كانت، ابعاد العمود ده كانت 30 في 40 يبقى 300 في 400. في اي حاجه ثانيه هتتغير؟ الاجابه لا، كله تمام. نعم، لا ده الرياكشن بتاع العمود اللي انت طلعته من برنامج الساب. احنا قلناها المره اللي فاتت دي، تمام. قلنا ان الار وركينج دي اللي انا كاتبها دي اتحسبت ازاي. انت بتخرج ايه من برنامج الساب؟ انا كل اللي بخرجه من برنامج الساب يا باشمهندس بخرج حاجه اسمها البي التيميت او الار التيميت، الرياكشن الالتيميت. هتاخد الرياكشن الالتيميت ده تقسمه على 1.5 يجيب لك الرياكشن مين يا باشمهندس؟ الوركينج. بس ده بتاع دور واحد، فالمفروض يتضرب في ان اللي هو عدد الادوار في 1.1 عشان ياخد وزن الايه؟ وزن العمود. فده الار وركينج اللي احنا دخلناه. حضرتك بتقول ايه يا باشمهندس؟ مفيش مشكله، انت على حسب بقى الرقم اللي انت كاتبه من تقرير التربه. يعني انت بيبقى معاك كده كده تقرير التربه بتخرج منه كيو ال، طلعت بقى متر، طلعت 1.5 اللي هي البرين كاباستي، طلعت 1.5، طلعت 1.75، طلعت 2، على حسب الرقم اللي موجود عندك هتكتبه هنا في البرنامج. خلاص؟ طيب يبقى انا كده خلصت الجزئيه دي. انا دلوقتي 992 300 في 400 والاكستنشن تمام، ودي هتبقى اسمها بقى مش اف 1 يبقى اسمها اف 2. اقول له كالكوليت التشيكات سيف وسيف وسيف، يبقى اد. بعد كده هندسه الثالث اصمم على اكبر حاجه عندي اللي هي 1669. 1669 و9 من 10، ابعاد العمود كانت كام في كام؟ 30 في 70 يبقى 300 في 700، واروح قايل له دي يبقى اسمها اف 3 كالكليت. نعم، ايه ال 300 و400؟ عايز ايه؟ ماشي خلاص خلاص اوكي، يعني انت فاهم يعني؟ خلاص يبقى احنا كده كله طلع سيف وسيف وسيف زي الفل، مفيش فيه مشاكل. وادي البي، وادي هنا يا باشمهندس ال، وادي البي، وادي ال، اروح قايل له اد. دي كده القاعده رقم 3، باقي اخر قاعده اللي هي طالعه 2015 و3 من 10 وابعاد العمود 30 في 80، يبقى دي 2015 3 من 10 ابعاد العمود 30 في 80، ودي هتبقى اف 4. واقول له كالكليت كله زي الفل، مفيش عندي اي مشاكل. اروح قايل له اد، وابقى انا كده هندسه عملت ايه؟ خلصت الدنيا بتاعتي كلها. طبعا الجدول ده انا ممكن بمنتهى السهوله اعمل حاجتين، ممكن بمنتهى السهوله اعمل حاجتين. بص يا سيدي، مبدئيا انا ممكن كده
اجي في اللوحه بتاعتي اللي هي الفاضيه دي اللي انا المفروض اعمل فيها لوحه الاساسات، واجي هنا على البرنامج تمام، واروح قايل له تمب تو اوتوكاد. تمب تو ايه؟ تمب تو اوتوكاد. واجي ابص هنا كده هتلاقي ان هو هيرسم لك القصه بتاعت الاوتوكاد دي بالايه؟ بالكامل. بمجرد ان هو يخلص هتلاقي المفروض ان هو جالي هنا كده كل الحاجات اللي انا كنت ايه عايز. ادي الابعاد بتاعه القعده وبيرسم لك القعده، بس يفضل بقى ما تحطهاش في البلاند على طول عشان ما تبقاش انت ايه يعني، تبقى انت عارف انت فين، انت كده ما شفتش هو عمل ايه. فانت عشان تشوف هو عمل ايه تاني اهو ادي البرنامج، هروح قايل له تمب تو اوتوكاد واروح قايل له اوكي. حلو الكلام هندسه. افتح بقى الصفحه دي هتبص كده معايا هتلاقي ان هو عمل لك ايه، ادي الجدول بتاع الايه النمذجه، ابعاد الخرسانه العاديه وابعاد الخرسانه المسلحه وكل حاجه، وبيجيب لك كمان ايه الرسمه. طب انا مش عايز الكلام ده كله، شكرا تمام. ودي كمان انا مش عايز منها حاجه، احنا عايزين نفتح بقى الرسمه بتاعه المشروع بتاعنا ونكمل بقيه شغلنا. ولكن لحد دلوقتي انت عرفت ان انت تعمل ايه هندسه؟ اصمم القواعد واعمل لها ايه هندسه؟ النمذجه بتاعت. لحد كده في حد عنده اي مشاكل؟ يبقى انت كده خلصت القصه بتاعه تصميم القواعد والنمذجه بتاعتها. والجدول ده انا ممكن كمان اعمل له اكسبورت واقول له لو سمحت اكسبورت تو ايه؟ تو اكسل. صدر لي الجدول ده للاكسل. فين المشروع بتاعنا؟ اهو فيلا تمام. ويبقى ده هنسميه فوتنج ديزاين. فوتنج ايه؟ ديزاين. واروح قايل له اوبن. يبقى انت كده هندسه خلصت القصه بتاعه تصميم القواعد ونمذجتها. في حد عنده اي مشاكل في القصه اللي احنا عملناها دي؟ نعم. ده لكل متر. لكل متر. هو كاتب